أجواء روحانية وخشوع يعم نفوس المصلين في ليلة مباركة، ليلة القدر الخير من ألف شهر، حج فيها الرباطيون شيبا وشبابا للمساجد قصد التعبد والتجهد إلى طلوع الفجر بسرور واشتياق بعد غياب سنتين بفعل الجائحة. نساء ورجال حجوا بقوة طمعا في التقرب لله وطلب المغفرة في أواخر هذا الشهر الفضيل. هذه ليلة عظيمة عند الله، ليلة القدر خير من ألف شهر، ومن بعد سنتين ديال الانقطاع ديال كورونا جاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. حنا اليوم فرحانين بهذه الليله العظيمه عند الله، نتمنوا ان شاء الله باش نقيموها احسن قيام. هذا الشهر الفضيل كنتوجهوا حنا الاسر ديالنا الوليدات ديالنا للمسجد لاحياء ليله القدر. ليله القدر خير من ألف شهر، جميع المسلمين كيحيوا هذا الشهر العظيم، والجميع ينتظر هذه الليله المباركه، فيها الاجر، فيها الثواب، فيها المغفره، هي خير من ألف شهر. الملائكة كتنزل السماء الدنيا، كلنا كنطلبوا الله عز وجل. هذه الأجواء المهيبة والخاشعة أثارت انبهار السياح الذين اغتنموا فرصة اكتشاف الحضارة الإسلامية من قلب المملكة الشريفة وأمام تحفة معمارية إسلامية بالعاصمة. أنا محظوظة جدا بمصادفة هذه المناسبة واكتشاف عظمة الثقافة العربية الإسلامية. أسعدني التعرف عليها عن كثب من خلال هذه الزيارة. هي ليلة مباركة تبشر بنهاية شهر مبارك ينتظرها المغاربة والأمة الإسلامية بفارغ الصبر طيلة أشهر السنة، بغية مضاعفة الأجر والثواب ومناجاة رب العباد طمعا في دعاء مستجاب.